السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورة سبورت أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات، وكمان اطلع دوس لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق النادي الأهلي. ويلا بينا على بركة الرحمن نبدأ أخبار النهاردة واللي بنبدأها من داخل النادي الأهلي. النهاردة كان احتفالية وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي الجديد بأرض النادي في الشيخ زايد، وحضر حفل حجر أو وضع حجر الأساس كل رموز النادي الأهلي السابقين، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير الإسكان، وبالإضافة إلى محافظ الجيزة. وألقى الكابتن محمود الخطيب كلمة في حفل وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي الجديد، وقال إن أنا مش قلقان، كابتن محمود الخطيب مش قلقان بسبب أو مسألة تمويل استاد النادي الأهلي وبناء استاد النادي الأهلي. اسم النادي الأهلي كبير، وأنا واثق تماما من تهافت الجميع على تمويل المشروع بمجرد الإعلان عنه، وليس بسبب أشخاص بل بسبب اسم النادي الأهلي الكبير والجذاب للاستثمار دائما. والنادي الأهلي أعلى من كل شيء، وان دي خطوة مهمة جدا في تاريخ النادي الاهلي، وحدث تاريخي يحدث ويكتب في كتاب التاريخ. يعني الكابتن محمود الخطيب بصراحة كده وعد واوفى بكل الوعود اللي قالها في برنامجه الانتخابي قبل او اثناء الترشح لمجلس ادارة النادي الاهلي، وكل اللي قاله في الوقت ده اتنفذ على ارض الواقع، وكان اخرها انشاء او وضع حجر اساس لاستاد النادي الاهلي الجديد. وكمان قال الكابتن محمود الخطيب ان وضع تأسيس او انشاء استاد النادي الاهلي الجديد فهو شرف لكل الرياضة المصرية وفخر نفخر به كلنا احنا جماهير النادي الاهلي. ولكن في تعقيب صغير على الكابتن محمود الخطيب، الكابتن محمود الخطيب بعت طلب حضور او دعوة حضور للتوأم إبراهيم حسن وحسام حسن لحضور حفل وضع أساس حجر أساس استاد النادي الأهلي الجديد، ولكن حسام وإبراهيم طبعا رفضوا الحضور واعتذروا عن الحضور بسبب انشغالهم في مباراة سموحة النهاردة، سموحة والاتحاد السكندري. ولكن إذا كان حسام وإبراهيم حسن من أساطير النادي الأهلي وهم مش غلطوا في حق النادي الأهلي سابقا، فإيه المانع إن هم يدربوا النادي الأهلي أو يمسكوا تدريب النادي الأهلي؟ إحنا دلوقتي بنعامل حسام وإبراهيم حسن على إنهم زي عصام الحضري وزي حسام عاشور، زي كل اللعيبة اللي خانت عهدها مع النادي الأهلي. ولكن دلوقتي بعد دعوة الكابتن محمود الخطيب للتوأم حسام وإبراهيم حسن، إذا كانوا هم التوأم مش غلطوا في حق النادي الأهلي، فليه هم ما يكونوش مدربين للنادي الأهلي في الفترة القادمة أو بعد إخفاق بيتسو موسيماني؟ ليه ما نبدأش نفكر في حسام وإبراهيم حسن بما إنه هم ما غلطوش في حق النادي الأهلي وإن هم من أساطير النادي الأهلي؟ فلابد من ان هم ليهم حق كبير جدا على النادي الاهلي ان هم ياخدوا فرصة في تدريب الفريق الاول في النادي الاهلي. طيب تعالى نروح بقى لفريق الكرة بالنادي الاهلي، والنهاردة راح من التدريبات رسميا بامر من بيتسو موسيماني، واستئناف التمرين غدا بمشيئة الرحمن استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين القادم في استاد غزل المحلة. كمان سعد سمير شعر بإجهاد في العضلة الضمة في مباراة النادي الأهلي الماضية مع الجونة، وتم استبداله، كمان بنسبة كبيرة سعد سمير مش هيكون موجود في قائمة النادي الأهلي استعدادا لمباراة غزل المحلة. مباراة الجونة اللي خسرنا فيها نقطتين برعونة شديدة جدا من لاعيبة النادي الأهلي، وإخفاق شديد جدا وتكاسل من مهاجمي النادي الأهلي. النادي الأهلي خسر 11 نقطة من بداية الموسم، نقطتين مع وادي دجلة بالتعادل مع وادي دجلة، وكمان نقطتين مع بيراميدز بعد التعادل معاه، ونقطتين مع البنك الأهلي، وثلاث نقاط مع نادي سموحة بعد الهزيمة من سموحة في آخر دقيقة، وكمان التعادل مع الجونة وخسارة نقطتين. كل الماتشات دي كان النادي الأهلي ممكن يكسبها بكل سهولة بشوية تفاصيل صغيرة كده وإدارة فنية للماتشات دي كلها ما خسرتش نقط فيها،
بسبب الإجهاد ولا الضغط الماتشات دي خسرت نقط عشان اللعيبة تايهة والخط كله تايه ورعونة شديدة جدا من المهاجمين. نتمنى في الماتشات اللي جاية نفوق شوية. الثلاث ماتشات اللي جايين محلة والاتحاد والزمالك ماتشات ممكن تخلص بيها الدوري بدري بدري وممكن تفضل ضاغط على نفسك لحد آخر الدوري. احنا بناخد الدوري كل سنة بالتفاصيل الصغيرة دي وده من المرات النادرة اللي نخسر عدد من النقاط. الفرقة لازم تفوق ولازم حد يبص على مدرب الأحمال في حاجة غلط في الضغط على النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي وفي رعونة جديدة جدا من مهاجمي النادي الأهلي زي حسين الشحات ده لازم يقعد دكة لفترة طويلة لحد ما يراجع نفسه ويرجع لمستواه الطبيعي والمعروف لدى جماهير النادي الأهلي. طيب تعال نروح بقى لنادي الزمالك وأخبار نادي الزمالك. والنهاردة لجنة الاستئناف أو مصدر موثوق منه من داخل لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بتستعد لجنة الاستئناف لإعلان تخفيف عقوبة إمام عاشور بعد سب رموز نادي الأهلي وبعد تظلم مسؤول نادي الزمالك في العقوبة الموقعة على إمام عاشور وناشئ نادي الزمالك بسبب سب رموز النادي الأهلي زي الكابتن صالح سليم رحمة الله عليه وكل رموز النادي الأهلي. وكأن إن سب رموز النادي الأهلي محلل ومباح لدى اتحاد الكرة وإن تخفيف العقوبة دي اللي كانت 12 مباراة هتنزل لست مباريات أو تكاد إلغاء العقوبة الموقعة على إمام عاشور خالص تلغيها خالص وكأن إن النادي الأهلي ملوش ظهر. ولكن الكابتن محمود الخطيب عودنا دايما إنه ما بيسكتش على حق النادي الأهلي أو رموز النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب لو عاوز يسكت ويسامح في حقه إنه اللي اتشتم الكابتن برضو محمود الخطيب اتشتم من واحد زي إمام عاشور لاعب نكرة محدش يعرفه في الدوري المصري اتشتم واحد زي الكابتن محمود الخطيب من أعظم من لمس الكرة في تاريخ مصر. فالكابتن محمود الخطيب لو عاوز يسامح في حقه يسامح ولكن حق رموز النادي الأهلي زي الكابتن صالح سليم الكابتن شوبير فده كله مفيش فيه أي مسامحة. ولما لاعب زي ده يشتم رموز النادي الأهلي فده حق لجماهير النادي الأهلي بالأخص وجماهير النادي الأهلي ما بتسامحش في حقها أيا كان التضحية. ونتمنى ان الكابتن محمود الخطيب يتدخل فورا لانقاذ او انقاذ النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي من السب والقذف في كل المباريات القادمه. لان دلوقتي لو امام عاشور اتلغت من عليه العقوبه فهيطلع كل ماتش هيعمل زي شيكابالا وهيكون هو خليفه شيكابالا في الملاعب في قله الادب. فنتمنى وقفه من الكابتن محمود الخطيب ضد اي بزيئات تتصدر للنادي الاهلي او رموز النادي الاهلي وكلنا ثقة في الكابتن محمود الخطيب.